أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم معنا مجاهر جديد، الأخ حسن البدري. خلونا طبعا الأخ حسن بدري من العراق، مسلم سابق أظن، مسلم سابق، راح نسأله على كل حال. هلا أهلا وسهلا فيك أخي حسن. أشكرك وكما كالمعتاد أبدأ مناشيري تحية للجميع وأحيي الجميع وأحيي الأخ جان على الفرصة وهذا كل شيء. الاسم طبعا حسن البدري، 36 سنة من العمر حاليا، ونعم ملحد من أصول عراقية وهولندية، ملحد طبعا من أصول إسلامي، وطبعا لا شيء أضيف. إن حبيبتي شكرا حسن، شكرا حسن. بصراحة يعني أنا تسرعت وأعطيت المعلومة إنه لا مشكلة، على راحتك على راحتك. فطلعت صح على كل حال. نعم طيب حسن، يعني بدي أسألك سؤال مباشر، أنت ليش ملحد؟ ليش تركت الدين إذا كنت ما بالدين في سابقا؟ السبب الرئيسي هو لدي هو العلم والمنطق، يعني أن هؤلاء هم العاملان اللي طعنوا في الدين. وهو أتذكر يعني أقدم ذاكرة لي التي زرعت بذرة الشك يعني في قلبي، وهي عندما قرأت في المدرسة في كتاب العلوم بأنه يوجد إنسان نياندرتال، إنسان قديم غير فصيلة وغير نوعية غير جنس، ونحن نعتبر هومو سابيينس، ويوجد الإنسان هومو نياندرتالس وهو غير جنس. فسألت أبي يعني في ذلك الحين وقلت له يعني صراحة هذول يعني كانوا آدم وحواء شكلهم هيك ولا هذول غير ناس؟ فأبي أجابني بصراحة وقال لا، العلم والدين هنا يوجد اختلاف، نقطة اختلاف ونقطة عدم تطابق، فواجب إحنا علينا يعني أن نفرق الدين من العلم. يعني هذه، وانا يعني الاعتقادي الطفولي في انا ذاك يعني عمر الطفل 7 سنين اعتقد كنت كعمري او 8 سنين، فاعتقدت يعني كيف دين يعني اتى من اله هو خالق يعتبر للعلم وخالق للمنطق والقوانين، يعني يعتبر فمستحيل ان يعطي معلومات غير مطابقه للعلم، لابد ان يعطي معلومات تاتي مطابقه 100% ولا شك فيها يعني ولا ريب. فهذه كانت أول بذرة صراحة، يعني ابتدأت أشكك إلى مدى العمر 17، كنت يعني نهائيا أيقنت بأنه لا وجود للإله الإسلامي. طيب خلينا مرحلة الطفولة، احكي لنا كيف بلشت الطفولة معك بخصوص العلاقة مع الدين، يعني الأهل كيف الأهل لم يكن يعني يعني كان طبعا كان جهة الأب أو جهة الأم، طبعا بالضبط كان يوجد من أفراد من العائلتين يعني من أبناء الخال أو أبناء العم وإلى آخره، يوجد من يكون متدين متشدد، ومتدين متشدد يعني أقصد الذي يذهب إلى الجامع ويؤدي الصلاة ويؤدي خمس أركان الإسلام مثل ما نقول. ويوجد طبعا بس الأغلبية كانوا يعني عائلة غير متدينة، يعني كان تقريبا الاسلام العلماني او اسلام فيلم الرساله، يعني كل شيء يعني ايات القتل وايات الارهاب وايات لا توجد، يعني كلها اشياء اسلام از بيوتيفول. برافو، هذا شيء جيد، يعني هذا شيء يدعو للامل بصراحه. نعم احكي لنا من بدايات الشك، هلا احكي لنا بدايه الشك، كيف شكيت لحد مرحله وصلت قناعة أنه دين الإسلام هو دين غلط يعني. هو كما ذكرت يعني المنطق، فالمغالطات المنطقية يعني هي من زراعة الشك، أولا الصفات المطلقة المعطاة لله أو أي صفة لأي إله آخر، يعني حتى إله المسيح هو نفس صفات إله الإسلام، وهي صفات مطلقة وهي تتضارب يعني مع القصة، يعني مثلا طرحتها حتى مع في مناظرة مع أخ مسيحي، وهي إن كان الله يعلم الغيب إذن هو كان يعلم بخطيئة آدم،
يعني آدم سيخطئ، وهذه يعني مغالطة لا يستطيع أحد الخروج من عنها، بأنه وإن أتت الإجابة هي بأنه كان هو يختبر آدم، إذن الله لا يعلم أفعاله. يعني بهذه الحالة سيختبر الله بالغيب، لأنه صحيح يختبر مثل المعلم يختبر الطالب، لأنه لا يعلم الإجابة مسبقا، فهو ينتظر ردود فعل الطالب بالاختبار ويعطي ويعلم ذلك الحين. هذا السبب يعني يلغي علم الله بالغيب. فهذه كانت من المغالطات، ودائما تأتي الإجابة بأنه الله أعلم، له خطة سمائية لا يعلمها إلا هو، أو له علم لا يعلمه إلا هو، الإجابة عنده. يعني إذا أحيا هذه الحياة كلها على منتظرا إجابة ولن نحصلها إلا بعد الموت. يعني اختصار مفيد، هذا هي على هاي المعضلة المنطقية. حسن هون في بصراحة شغلة غير منطقية. يعني بيقول ما بعرف، أنا سألت عدة أصدقاء وكل واحد كان عنده إجابة بتختلف. إنه قلت لهم إذا اليوم الله طرد الشيطان من الجنة، يعني يكون نزل من، طبعا الجنة فوق بالسماء مستحيل تكون على الأرض، فشلفوا على الأرض وكبوا على الأرض، كيف الشيطان هذا قدر يرجع يدخل الجنة ويغوي حواء مثلا؟ بس كيف يعني مسألة إنه كيف رجع دخل؟ yes. تشوفها منطقية زيك؟ لا طبعا، يعني ولهذا السبب يعني هي هاي إحدى مشكلة المعابل، يعني المشاكل المنطقية في أي دين يعطي صفات مطلقة حول الله. يعني حتى المسيح أيضا لا يخرجون، يعني في الإسلام موجود اللوح المحفوظ، وهو أنه كتاب كتبه الله قبل خلق كل شيء، قبل خلق الكون وقبل كل شيء، وكل شيء به مقدر، وحتى حياتي مقدرة، متى سوف أولد إلى هذه الحياة، متى سوف أموت، مع من سوف تكون زوجتي عند مماتي أو وفاتي، والوقت والميعاد، وعلى أي دين مت أو على لا دين مثلا أنا مت، فكل هذه مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل مجيئي للحياة. إذن أين حرية الاختيار؟ يعني فهذه تتضارب، كل حياتي مقدرة ومكتوبة بحذافيرها في اللوح المحفوظ، إذن أين حرية اختياري؟ لا يوجد، الصورة الشاملة لا يوجد حرية اختيار. ونحن إذن مثل اللوح المحفوظ يعتبر أبسط مثال عليه هو لعبة الكمبيوتر، يعني لعبة الفيديو جيمز مثل GTA سان أندرياس أو لعبة السيمز. وهي صحيح أنت لك الحرية بإنشاء منزل أو إنشاء، لكنك ما زلت محصور داخل قوانين اللعبة، وقوانين اللعبة هي بذلك الحين تتوى مثل اللوح المحفوظ. وكذلك يعني ينطبق الأمر على المسيحية، أنه الله أيضا له خطة إلهية، والخطة الإلهية تنص أيضا على أنه كل شيء مقدر، قبل كل شيء، قبل كل شيء أن يقع، وكل شيء يمضي بإرادته. بهذه الحالة أيضا يعني الصلاة يعتبر لا جدوى لها، إن كان الأمر الذي تصلي له لم يكن مكتوب في خطة الله الإلهية، إذن لا تتعب حالك، إذن الله لن يغير خطته، هو مطلق. بالضبط. يعني مثل واحد بيعير الساعة الصبح الساعة 6، لو تشتغل الساعة 6 بتعيب الساعة، بتعطي الألارم هذا وتعطي موسيقى وتبر حتى تفيقك، ولما تشتغل بتقوم تضربها تعاقبها. يعني المشكلة ما في منطق عند الله نهائيا. يعني مسألة الله انه باللوح المحفوظ كاتب لك كل شيء بدك تساوي، وهو الكاتب لك ويجي عاقبك على اللي كاتب لك عليه. يعني لهذا السبب فأنا دائما أنا أقول عن المؤمنين حتى على الفيسبوك وكل مكان، أقول لهم لا مشكلة من اللي مع إيمانك، لكن لا تدعي بأن إيمانك منطقي أو إيمانك علمي، لأنك كلا هذه العاملين أنت فاقدهما. يعني لا تروح وتطبل أنه نحن ديننا منطقي وديننا صحيح، لأن هذا لا توجد، هذه حقيقة، يعني كذبة بصراحة، هذه ليست حقيقة بصراحة. المنطقة بعيد جداً جداً، يعني إلى أبعد الحدود. نعم. عن كل شيء اسمه دين. يعني هلا مثلاً من مسألة الصيام، نحن برمضان مثل ما قولي، شو المنطق فيها إنساني مثلاً يعني يتوقف عن الطعام مثلاً 20 ساعة، عن كل شيء يعني يفيد جسد الإنسان؟ يعني أنا
بصراحة ما عم بشوف منطق. أنت شو رأيك بالموضوع أحسن؟ كما قلت يعني الإنسان حر بتعاليم دينه، يعني يوجد أيضا تعاليم في الهندوسية أيضا، وهي محتمل صيام 80 يوما في غار في كهف، وتبقى هنالك يعني عدة أيام، و80 يوما، أو مثل الاعتكاف يستخدمونه. فتوجد كثير يعني من التعاليم في كل الأديان، وهي للأسف هذا ما لاحظته، وهي تعذيب للنفس. يعني دائما يوجد هذا الشعور المازوكستي، هو صراحة يعني هو من ناحية علم النفس يعني مشروح له، بأنه نحن نحب من يعاقبنا، ونحن نحب من يعاقب حتى لو نعاقب أنفسنا. يعني دائما يوجد هذا الإحساس أنه الأجر على قدر المشقة، قدر ما أشقيت وقدر ما تعبت لقيام هذا العمل سوف أحصل أجر أكثر أو إحسان أكثر من الرب أو الإله أو أي أو الله أو أي كان يعني يتخذه شخص خالق له أو كإله يعبده. لهذا السبب يعني حتى البوذية تجد على من هذا لاحظ حركة الزحف اللي عملوها للتمشي، فهم حرفيا يسحفون إلى المعبد كوسيلة حج لهم، يعني يحجون إلى معبد لاسا تبت في الصين حاليا. فأيضا لديهم الأجر على قدر المشقة، لديهم نفس المبدأ أنه كلما أشقيت كلما إذا أنا تقربت من الواقع، من الواقع المرير، أنه هم يعلمون يعني بأن الواقع المرير والحياة والطبيعة هي ليست عادلة، يوجد الضعيف. برأيك حسن، هلأ أغلب الديانات، يعني كل الديانات اللي بعرفها اللي شفتها تعتمد أنه الإله يكون سعيد لما أنت تتعذب، لما أنت تكون مثلا في مشقة مثلا. يعني خلينا نكون بالإسلام، ما نطلع على بعيد. يعني مثلا الإله بيكون سعيد لما أنت طول الليل قايم نازل عم تطج وتركع وتحمده وتعبده وتصوم مثلا، تعذب حالك، بتصل لآخر النهار جسدك يعني فارط من كثر التعب، يعني لا أكل لا شرب. يعني برأيك شو العلاقة بين إنه العذاب هذا والإله هذا؟ يعني هو أغلب الآلهة بهالشكل يعني. يس، لأنه صراحة جميع الأديان هي ستبقى للأسف يعني محتمل بعض الملحدين لن يوافقون الرأي، لكن جميع الأديان سوف تبقى يعني تعيش إلى مدى بعيد، يعني إلى مدى عدد قرون قادمة. ولسبب بسيط، هو لأنه العلم لم يجد إجابة على ما بعد الموت. لو العلم يجد إجابة نهائية طبعا الأديان سوف تبقى حتفها ذلك الحين، لأنه سوف يعني نحدد إجابة خاصة وعلمية خاصة بأنه يوجد حياة أخرى أو لا. فالأديان معظم الأديان اللي تنجح يعني حاليا هي الأديان التي تعطي حياة بعد الموت. والإنسان للأسف بطبيعته وغريزته الأنانية يعني يحب هذه الفكرة، بأنه أوكي ليس الحياة واحدة، إذن أوكي لدي أمل بحياة أخرى. وهذا أيضا يزرع الخوف، والهلع يعني من العقاب لحياة أبدية ما بعد هذا الحين. لأسف يعني معظم الأحيان نجد مؤمنين هو يعلم مؤكدا داخله بأنه إنه ليس منطقي وليس علمي ومجرد تخاريف وأسطورات، لكنه تبقى غريزة الخوف عنده. ماذا يعني what if، ماذا إذا أنا مت وكان هنالك إله؟ أنا يعني يأتيهم رهان باسكال ولكن بطريقة عكسية. طيب هلا برأيك في أبحاث كتير عم بتصير عن مسألة الخلود. يعني خلينا نحن نرجع ل 300-400 سنة من قبل، بنشوف معدل المتوسط لعمر الإنسان يعني بحدود 40-45-50 سنة يعني عموما على الكرة الأرضية كاملة. يعني طبعا بالتقدم العلمي وظهور البترول والأكل النظيف وسرعة الأكل وسرعة الزراعة والأشياء هاي، الإنسان صار معدل عمره يعني هلا تقريبا 80 تقريبا يعني ككوكب الأرض كامل يعني. فهي بيعطينا فرصة انه العلماء هلا عم يساووا ابحاث على الخلود، مسألة الخلود تحققت. هل مسألة انه
في خلود، وما شفنا تجارب، يعني شفنا حاليا نعم شفنا تجارب على هالمسألة هي، ويعني جماعة علميا صادقين بهالمسألة وسووا، يعني طولوا عمر الفارة، طولوا عمر في أنواع من الدود. فإذا طلعت مسألة الخلود هي برأيك تختفي الأديان؟ محتمل، بس محتمل، بس لكن يبقى هذا يعني مبدأ ما بعد الموت، يعني هذا يبدأ هذا حتى الخلود الشخص يستطيع، محتمل أنت حياتك سوف تكون أبدية، يعني لن يصيبها الهرم أو الشيخوخة، لكن يبقى يستطيع أي شخص يستطيع قتلك في حالة القتل، يعني ماذا يحصل بعد موتك؟ فيبقى هذا المبدأ هو، يعني هذا عامل جدا مهم، وهذا هو زارع الخوف، يعني هذا ما أراه شخصيا أنا، يعني من منظوري الشخصي ومن وجهة نظري، لا أدعي الحقيقة المطلقة طبعا، لكن أرى بأنه هذا هو العامل المهم في معظم الأديان ونجاحها، يعني وبقيها أيضا، بعض الناس مشتلقين في هذا الأمل فقط. حتى البوذية أيضا أعطت أمل، محتمل البوذية لم تدعي بأنها حقيقة مطلقة، حتى البوذيين عندهم مقولة يقولون إذا البوذية لم تتماشى مع العلم، إذن البوذية واجب تغييرها، تتماشى مع العلم، يعني عندهم مرونة في تعاليمهم، لهذا السبب تجد الرجل الغربي يميل إلى البوذية أكثر من الشرقي. حتى البوذيين عندهم أمل في حياة الآخرة، لأنما ترجع reincarnation، ترجع ككائن آخر، ترجع كحشرة أو حيوان أو كنبات أو أي شيء، أي فورم، يعني أي نوع من الحياة، أو ستصل إلى مرحلة بوذا، وهي المرحلة المنيرة. بوذا معناها رجل مستني، بأنه سوف تصبح مثل حسب تعريفهم يقولون تصبح مثل الطاقة الصافية، الطاقة الصافية تصبح في كون خاص لها أو فضاء خاص لها أو مجرة خاصة بها وكواكب لها. اللهم بوزنا يا أخويا. يعني فيقولون فشعور يعني لا يوصف، ويعتبر هو ultimate bliss، يعني هو الشعور اللذة العليا مثل ما نقول، يعني اللهم أحشرنا مع بوزة بقى. نعم. طيب أخي حسن، خلينا والله انت وصلت لمرحله الشك، بس احكي لنا كيف وصلت لمرحله اليقين انه الاسلام دين غلط، يعني بالنهايه خرافي. المرحله هي كيف وصلت للقناعه هي بالضبط؟ بين عمر 17 والى 25، يعني ما بين سنة 97 إلى سنة 2005، أنا من مواليد 80، فتقريبا ربوبيا إلى ما إلى الإلحاد، يعني تقريبا، يعني حتى الرب الذي كنت أعطي له وصف كان هو مجرد، أقول هو مجرد طاقة، هذا هو ربي وطاقة الكون العليا، ولكنني كنت يعني أعترف أنا ذاك كنت من الملحدين الجهلة، يعني إن أنت شخص حذق وصاحب لسان وعذاب بلسانه ويعطيني إعجاز القرآني مثلاً، كنت لم أبحث في الإعجاز ولم أبحث في أي شيء، كنت من الموحدين الجهلة، يعني شخص يواجهني بالإعجاز القرآني أقول له صحيح أنا أصبت ولا إجابة لدي، بس فقط لا أعلم. فمن أعتقد أستطيع أقول من يعني من نعم عمر 25 إلى عمر 30 بدأت أبحث وأتعمق في الأديان، وحتى أخذت دراسة علم لاهوت وأخذت ماجستير فيها، فدرست الأديان ودرست وتعمقت فيها، وعندئذ ابتدأت طبعاً تبدأ مقارنة الأديان، وتقارن بين الصفات وتبدأ وتلاحظ الترديد للأساطير والتكرار، وتلاحظ أيضا شيء يعني وهو تكرار القصص، ولكن فقط ما يسمى في نسيت التسمية الحرفية العلمية لها، ولكن هي ما تناقل القصص، وهي بأنه إن جلست مع أشخاص، مع 20 شخص على شكل دائرة، وتشاور الشخص اللي بجانبك بمشاورة سريعة وتقول له، يعني على سبيل المثال أطلق الطلقة، أطلق الرصاصة،
فهو كما يسمعها يرددها للثاني، فعندما تأتيك الدائرة الأخرى سوف تتغير الجملة، محتمل هي أخرج الرشاشة تصلك حين تغير الأسلوب عن الناقل. فكذلك هذه القصص القديمة والأساطير القديمة يعني لكل جميع الأديان هي مجرد قصص متنقلة وبنفس الأسلوب، ودائما يعني خرافة صناعة الإنسان من الطين، من الخرافة الصينية واليابانية إلى الأفريقية وإلى البابلية وإلى السومرية والفراعنة وكذلك، يعني دائما 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 نجدها، فهي شيء يعني لم يكن فريد من نوعه. شو هالقطة الحلوة هاي؟ نعم نعم، هذا الهر اسمه سقراطيس، يعني سقراط. وسميته سقراط تكريما لسقراط لأن يعجبني أفكاره واعتبره هو من أول الملحدين، يعني أكيد الذين يعني أعطى أسبابه المنطقية، قال أنا ملحد بالإله زيوس لأنه هو إله الرعد لكنه يقصف معابده بالرعد ويحرق الكهنة ويحرق من يتعبدون له، فكيف هذا إله المحب لعبيده؟ مستحيل، أنا لا أعبد هذا الإله للأسف. يعني هو لما كان سمعان يسوع الدلوع أكيد كان أمان فيه يعني، بس المشكلة يسوع الدلوع جاء بعده. أي نعم. طيب حسن، يعني أنا أنت قلت أنه درست أخذت ماجستير بعلم اللاهوت. يس. بحكي لنا على هالنقطة هاي، أنه هل حاولت أعتنق المسيحية مثلا؟ ليش درست الماجستير؟ ليش حاولت تشوف المسيحية؟ درس الماجستير مجرد تعمق بالأديان صراحة، يعني أنا كنت لهذا قلت كنت أعترف أنا كنت ملحد جاهل، يعني ملحد لا ليس لدي تعمق ديني شخصيا، لست متعمق بالدين الإسلامي، و يعني كانت من حب الفضول، يعني حب الفضول المعرفة والجميع الأديان، يعني علم اللاهوت يعني يعطيك دراسة كانت شاملة جميع الأديان تقريبا موجودة ومتابعة حاليا، فأعطتني يعني فرصة جدا جميلة للتعرف على كيف يعني الأديان تغيرت مع التاريخ وكيف تقدمت وحتى أين حصل التحريف وأين لم يحصل وكذلك، يعني هناك كثير من النصوص المسيحية هي مكتوبة بغير أسلوب وبغير نعم بغير اسلوب او بغير اسلوب محرف عن النصوص الحاليه المتناوله حاليا، باللغه الاغريقيه القديمه، باللغه اليونانيه القديمه مكتوبه بغير لغه وبغير اسلوب، نراها الان يعني بغير اسلوب مكتوبه في الاناجيل الحاليه، وهذا طبعا هذا شيء جائز ويحصل طبعا مع التنقل ومع تغير الترجمه من لغه الى لغه اخرى. برايك حسن المسيحيه، هلا المسيحيه مثلا يعني المسيحيين أغلبهم بتبجحوا بيقول لك ديننا دين سلام ويسوع أمرك إذا حدا ضربك على خدك الأيسر أعطي أفاك وهالحكي هذا وأعطي اللي أنت عايزه بقى. نعم. إذا كان بكل هالمبادئ الجيدة موجودة بالمسيحية، برأيك ليش يعني التاريخ المسيحي كله دماء؟ يعني شو العلاقة؟ يعني ليش صار هيك مثلا؟ والواقع مختلف نهائيا يعني. الواقع مختلف، نعم مختلف مجرد مؤخرا، يعني فالمسيحي من حقه ان يتبجح لانه في يعني للاسف لحد الان لا يوجد كنيسة تمثل المسيح خالص، يعني على نطاق مطلق النهائي، توجد الكنيسة الأرثوذكسية وتوجد المارتن اللوثرانية وهي البروتستانت، وتوجد أيضا الكاثوليكية التابعة للسيد، ف يعني هم المسيح في الأساس متفرقين، يعني مستحيل تجد أن وحتى هذني أيضا هذه الكنائس أيضا متفرقة متشعبة بأغصان أكثر وأكثر، وخاصة البروتستانية يعني متشعبة إلى استطيع انا افتح كنيسه غدا باسم جديد وبفرق غصن جديد جدا سهل. ف المسيحي من حقه ان خاصه اذا لم يتبع اي كنيسه ويتبع ايمان شخص له ويعتقد بما يراه حاليا، يعني يعتقد بانه
دينه دين سلام ودين بالحق يعتقد ذلك، لكن لابد أن يطالب كنائسه بتنفيذ هذه المطالب التي هو يدعيها، لأن كنائسه لا تنفذ هذا. أنا قصدي اليوم مثلا الدين المسيحي بيعطيك إنه دين محبة وسلام، ويسوع أجل المحبة الناس وJesus loves you، ويسوع بيحبك والحكي الفاضي هذا الخرافي اللي بنسمعه. ولكن تاريخ المسيحية مثلا الحروب الصليبية وقبل الصليبية يعني دماء إلى أول ما لا آخر، يعني خصوصا قبل عصر التنوير بالعصور الوسطى، يعني المسيحية دمرت الدنيا. فشو العلاقة بين هالتعاليم وهالحروب اللي صارت بالمسيحية؟ كل دين دائما بمنتصف عماره يكون أشرس في أشرس عمر، يعني يواجه حروب. يعني حتى الديانة اليهودية بعد نشوئها تقريبا بأربع قرون خمسة قرون بدأت حروبها بتنظيف فلسطين وتنظيف الأراضي مع الكنعانيين والحروب مع العمالقة. فكذلك المسيح عندما وصل عمرهم إلى 1400 سنة تقريبا، وهي عمر الإسلام الحالي إلى 1400 سنة وهي العصور الوسطى بتاريخنا الميلادي، فكانت أيضا على أشرس حالها، لأنه ابتدأت سلطتها تنهار، يعني السلطة السياسية تنهار، لأن في ذلك الوقت كانت الكنيسة البابا هو من يحكم، يعني كلمته هي النهائية وكلمته حتى توجه الملوك والأمراء في أوروبا. في ذلك الحين ابتدأت الثورة العلمية النورية، وهي يعني ابتدأت من دافنشي ومجيئاً إلى الفلاسفة الجدد الذي كانوا أيضاً ثوريين بتفكيرهم، وهم يعني من فولتير ونيتشه وبرتنارد راسل ومارك توين وكل هؤلاء. فابتدأت الكنيسة تحس يعني بزعزعة الوضع والسلطة لها لهذا السبب، يعني اختفى سلطة البابا وأصبحت الكنائس، أصبح كل مملكة تمثل كنيسة مثلاً. لهذا السبب انفصلت الكنيسة في إنجلترا عن الكاثوليك وأصبحت كنيسة أنجليكانية على حدة. لهذا السبب يعني هي مجرد سلطة سياسية. لهذا السبب أنا أكره السياسة، لأني يعني أعتقد السياسة يعني أوسخ وأقدر الحرف، يعني حتى صراحة أعتبرها كحرفة، أعتبرها يعني كرجل سياسي أعتبرها من أوسخ الحرف صراحة. المحامي أيضاً أعتبرها من أوسخ الحرف المحامات. رجل الدين ورجل السياسة يعني هن مشهورين بهالمسألة. طيب اليوم وصلت أنت مرحلة الحاد، صرت ملحد رسمي وديانات كلها بتعتبرها خرافي، بس بأي سن كان الحاد الرسمي؟ قلت أنا ملحد اليوم. كان في عمر الثلاثين. طيب حاولت أنت بهالوقت هذا تجهر بإلحادك قدام أهلك ناسك، تحكي معهم، تناقش، عندك فضول تناقش بهالمواضيع هاي عندك؟ نعم. أنا انشهرت مباشرة على الفيسبوك وعلى كل أصدقائي ومعارفي وقاربي وحتى أهلي أبي وأمي، لأنه أبي وأمي يعني خاصة أبي كان على علم، لأنه يعني كنت أنا دائما أناقشه، وأبي من النوع الليبرالي العلماني الذي يعني يرحب بالمناقشة حتى وإن كانت محرجة له ببعض الأسئلة التي تخص دينه، يعني الإسلام صراحة، يعني وهذا أحييه عليه يعني وأحترمه صراحة. فحتى يعني هو كان يعلم بأنه الأمر يعني القنبلة هي رجاية جاية، بس مسألة وقت، لأن أنا كنت أطرح أسئلة يعني محرجة، يعني مثلا لماذا أبسط السؤال، لماذا يعني الله لم يذكر خلق الشمس اولا في القران قبل خلق الارض؟ لان هذه يعني حقيقه علميه كل جميع الناس المؤمنين غافلين عنها، وهي بانه ان كان التسلسل فيزيائيا وفلكيا موافق للعلم لابد ان الله ان يقول خلق الله الشمس ثم خلق الله الارض، لازم يعني يكون النجم الام هو الذي وجد اولا ثم توجد الكواكب الاخرى، وليس العكس، توجد الارض ثم تخلق الشمس، لأنه كوكب لازم يدور حول مدار النجم ولا يكون العكس. يعني من هذه الأسئلة المحرجة كنت أطرحها على أبي، وللأسف هو يعلم يعني لا توجد هذه الآية، لا تعب حالك يعني.
بالضبط. هون بصراحة هون بنطرح سؤال حسن، يعني اليوم الله مثل ما بنعرف من المؤمنين انه يعني واسع القدرات، والزلمه ما بيهون عليه شيء نهائيا يعني، فمجرد يقول كن فيكون. يعني برايك ليش اخذ 7 ايام حتى قدر يخلق الكون؟ وبهال7 ايام طبعا وقت معناته في فعل عم يفعله حتى يخلق الكون. شو هو الفعل برايك؟ يعني مثلا كان عم بساوي جبلة وبعدين الجبلة هي سواها عمر، ولا سوا مثلا حط الكواكب وعملهم كلهم بجبلة هيك شلفهم بهالكون هذا وصاروا يدوروا حول الشموس. يعني كيف عملية الخلق برأيك؟ لا يوجد أي شرح لها صراحة. يعني أستطيع شرح أوائل الكون في أول 7 أيام حسب قوانين الفيزياء، ولكن لم يكن شيء مطابق أو قريب للتطابق مع القرآن أبدا صراحة، ولا يطابق بأي حرف. إنه حسب خلق القرآن يعني في اليوم الثامن بعد تكون الكون والأرض كانت جاهزة، وكان فيها الحياة والمياه، وهذا شيء مستحيل، لأنه كوننا اصلا لم يكن فيه ذرات لمده اكثر 300 الف سنه 300 مليون سنه تتكون مليون سنه نعم، فكانت الذرات تتكون الى ان انبرد الكون، تكونت الذرات الى ان انطلق الضوء الاول، يعني 380 الف سنه بعد تكون الكون، وليس 8 ايام. وهذا حين لم يكن ايضا كره ارضيه موجوده. 380 مليون سنه مو الف سنه، ألف. حتى شكلت اول ذره هيدروجين يعني كان وقتها. نعم. بعدين اجى الهيليوم، بعدين بالسوبر نوفا طبعا طلعت كل المعادن البقيه. طبعا. طيب خلينا نروح على سؤال ثاني. انا بدي اذكر اصدقائي انه اصدقائي كمان شي 10 دقائق راح افتح السكايب، واتمنى مشاركاتكم طبعا مثل العاده وتعليقاتكم، ويا ريت تعليقاتكم كمان واسئله على اليوتيوب عشان نحرك الحلقه هاي ونستفيد يعني اكثر قدر ممكن من هالحديث الطيب مع الاخ حسن. طيب اخي حسن، خلينا نروح على مساله حقوق الملحدين. نعم. يعني برايك شو هي حقوق الملحدين؟ مجرد حقوقهم هي حقوق الانسان العاديه، البنود العادية لحقوق الإنسان، وهي حق حرية التعبير، حرية التفكير، حرية المعتقد، كما هي نفس الحرية للمؤمن أيضا، يعني حرية التعبير والتفكير والمعتقد أيضا يعني مطبقة على المؤمن، لابد أن تطبق أيضا على الملحد. يعني للأسف عندما تكون الدولة متبعة دستور ديني، إذا انسى قانون حقوق الإنسان، لأنه بهذا الحالة سوف تحتكر الدولة، إلا إذا كانت الفاتيكان التي هي 100% من أصول مسيحية كاثوليكية، فطبعاً لها دستور ديني، ولكنها تشمل أيضاً 100%. إن كنت سوف تسكن الفاتيكان، دولة الفاتيكان، فهي أنت لابد أن تكون كاثوليكي، يعني صراحةً لا يمكنك السكن هذا الكاثوليك. فكذلك لأي دولة تحمل دستور ديني، أي دين كان الإسلام أو فيه قانون ازدراء أديان، إذا أنت لا تطبق حقوق الإنسان صراحة، يعني أنت تكسرها وتضحك عليها ومجرد خداع، يعني عين عينك للأسف. أنا بصراحة في السؤال نطيت عليه شوي، هو في عندي سؤال هو المفروض أسألك قبل هالسؤال هذا، بس يلا ما تأخذونا. لما صرت ملحد وكبيت كل هالخرافات هي ورا ظهرك، يعني هلا مثلا في كثير مؤمنين بيقول لك طب أنا إذا كبيت الله على طرف وشلته من دماغي، فمين بده يحل محل الله؟ يعني هالفراغ النفسي الموجود، احكي لنا على هالفراغ النفسي، هل حصل معك فراغ نفسي؟ من كان هو حسن قبل الإلحاد ومن هو حسن بعد الإلحاد؟ صراحة قبل الإلحاد أنا كنت يعني كما قلت كنت ملحدا جاهل، وحتى جاهل في العلوم، يعني لم تكن لدي مزروعة حب المعرفة وحب التعلم،
بصراحة أشكر يعني المسيرة والبحث كانت هي للإلحاد إلى طريقي إلى إيصال لنتيجة الإلحاد، هي هذه أشكرها يعني، لأن هي هذه زرعت بي حب المعرفة، حب يعني حب التعرف على الأديان فدرست لاهوت، حب التعرف على كيف أتى الكون وكيف جاء الكون، ابتدأت بدراسة الفيزياء كذلك يعني، هي تجمعت بصراحة وتراكمت إلى أن أدت إلي يعني حسم شامل يعني. وعندما أشهرت في المناسبة لم الأهل والأقارب بعض منهم زعلوا طبعا وقطعوا الاتصال أيضا، ومن شتم شتم ومن ومن تمنطق تزندق وإلى آخره من التعليقات طبعا، والبعض منهم تقبلها برحاب الصدر، لأن أنا أيضا من النوع الذي لا أشتم إله أو نبي أو كتاب مقدس، أنا انتقادي علمي منطقي فقط، أنتقد الأشياء العلمية والمنطقية فقط الدين، لأنني أؤمن لك حرية الإيمان، أؤمن بما شئت لكن لا تفرضه علي يعني ليفل لا تليف، بس دائما أنادي بدستور ألماني أو دستور يعني دولي، لابد أن يكون دستور ألماني يعني يفصل الدين عن الدولة. طيب يعني هلا المؤمنين خصوصا يعني هلا بما انه نحن مجاهرين بصراحه سمعت كثير من خصوصا المؤمنين بيقول لك يا اخي خبي الحادق لنفسك يعني ما ضروري تعلنه على البشر. نعم شو رايك بالموضوع هذا يعني ليش المؤمن مصر انه نحن نخبي الحادق لنفسنا وهو كنهار طالع نازل على هالمنبر هذا وعلى الفضائيات وصار على الدنيا بدعوته لدينه ودينه خرافة بالنهاية ونحن ممنوع علينا؟ صحيح، وهذا صراحة إحدى الحجج التي تكلمت مع أبي صراحة، هو أيضا عاتبني قال لي يعني يا أخي أنا ما عندي مشكلة أنك تلحد بس ليش أشهرت؟ ليش تطبل؟ ليش تطبل أنت؟ يعني شو مغزى التطبيل؟ فأنا قلت له يعني كذلك الأمر أيضا معكوس عليكم، أنتم تؤمنون بإلهكم ليش تطبلون ليل نهار بأنه نحن الدين الحق ونحن ديننا العلمي والمنطقي وعلماء الغرب أسلموا بسببه وإلى آخره وإعجاز قرآني وإلى آخره، أنت أيضا تطبل، بطل عن التطبيل وسوف ترى ايضا نحن نبطل عن التطبيل لانفسنا ايضا، فيعني هي مجرد رد فعل يعني كود برو كو كما يقال باللاتيني، يعني هي مجرد فعل ورد فعل. عندما يعني هذا ما اقوله للمؤمنين عامه، عندما انت تدعي بان دينك منطقي وعلمي ومطابق للعلم ولا شك ولا ريب فيه، إذا كن على ثقة ستجد من يطرق بابك مطالبك بالإيتام بالدليل والبرهان العلمي أن تثبت زعمك وتثبت ادعائك. إن كنتم لا تحبذون هذه المواجهة إذا كفوا عن التطبيل إعلاميا وبكل مكان بأنه دينكم دين علمي ومنطق، لأنه بهذه الحالة سوف ننتج من المواجهة، فهذا يعني ما يغفل عنها المؤمنين، وعند المواجهة أو عند التحدي يعني يرونها كإهانة لدينهم أو مسبة، لكن يا سيدي أنت الذي تدعوها، يعني أنت تطلق التحدي وتريد لا أحد يلبي التحدي أيضا. بالضبط يعني المؤمن فكر حاله أنه يعني فضيلة، يعني المشكلة أنه فكره أنه أنت كملحد تعتقد أنه دينه صح، بس أنت يعني مثل واحد عم بتغابى ويعني يعاني يعني نعم. على أساس الملحد يؤمن إيمانا كاملا إنه الحمار بطير بس خجلان منه وما بده يقول له ومن هال نعم. على كل خلينا نرجع لحقوق الملحدين. نعم برأيك الحقوق هاي يعني إذا بدنا نشتغل عليها كيف ممكن يعني نحصلها، كيف ممكن ناخذها بكل معنى الكلمة يعني من هال تعرفنا أنت في عنا الأزهر والمزهر وكل هالمشايخ البهاليل هدول قاعدين يعني بالمرصاد وجرائمنا يعني مثل ما بسموها يعني ما قلنه أشياء تعزيرية ممكن يعاقبون عليها تعزيريا، يعني ممكن يعاقبون علينا بالقتل يعني تصل لمرحلة القتل،
فكيف ممكن نفرض حالنا على هيك مجتمع؟ هو هذا للأسف يعني هنا يعني لا ينفع كلام شيخ أو كلام إمام واحد أو كلام مفتي جمهورية واحد، أو هنا يعني الكلمة الأخيرة ستكون هي ما يلقيه اجتماع القمة الإسلامي سنوياً، أو يعني هذا الاجتماع هو الذي يجمع جميع المرجعيات الإسلامية، إن كانت الحوزات الشيعية في إيران وعراق ولبنان وغير مناطق، أو إن كانت السنية الوسطية كما يقال حسب الزعم يعني الأزهر، أو السلفية الوهابية كما هي السعودية طبعاً التي تمثلها. فهذا كله يرجع يعني هؤلاء المرجعيات إن لم يقروا أجمعهم وكلمة واحدة كلمة يعني رسمية عالمية يقروها يعني أمام مجلس الأمن، يعني يقرون بأنه لا يوجد حد ردة، في ذلك الحين سوف ترى يعني بعض الحقوق قد رجعت الملحدين، يعني الملحدين إلى الآن وإلى يومنا هذا دمهم يعتبر مهدور حق الدين الإسلامي، دمهم يعتبر مهدور مثله مثل من يخرج من المافيا، لابد أن تقتل، يعني لا يوجد خط رجعة ولا يوجد خط تبديل، وهذه مدعومة بآيات من القرآن إن كانت سورة التوبة أو مدعومة من الأحاديث النبوية أيضا تدعمها. يعني صراحة أنت جبت لي مسألة سورة التوبة والقصص هاي، خلينا بالبارحة مثل ما بنعرف في واحد أفغاني هجم على ملهل المثليين ودبح 50 واحد منهم للأسف الشديد، وفي أكثر من 50 كمان مجروحين. شو رأيك بالحادثة هاي؟ شو بتدل؟ شو دلالة الحادثة هاي؟ يعني حادثة هاي ومثل ما تايل طبعا اللي عم بيصير هلا. أمر متوقع صراحة، يعني وسوف يتكرر للأسف، لأنه الإسلام حاليا للأسف يعني بصراحة هو لازم واحد يكون بمنتهى الصراحة يقولها، الإسلام حاليا يتطور تفكير متطرف على 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 ذاته، على هيئته الذاتية. فيقال الإحصائية يعني للإسلام هي 1.5 مليار أو 1.6 مليار، ويقال من هذه 1.6 مليار هي معدلا تقريبا 15% فقط المتطرفين منهم. إذا الإحصائية من هذه 1.5 مليار تقريبا يعني يعطينا تقريبا 250 مليون مسلم متطرف مستعد لتفجير نفسه وقتل أي حشد يستطيع جمعه. يعني تخيل 250 مليون شخص مستعد للقتل ومستعد للفناء من أجل جنة أو حياة أخرى بعد الموت. يعني هذا العدد فقط يستطيع أن يمحي أمريكا بذاتها، لأن يعني تعداد نفوسهم لا تتجاوز أيضا 300 مليون. يعني صراحة هو ممكن يمحي العالم كله، يعني 250 مليون شخص ما قليلين، يعني إذا كل واحد فجر له ب20 واحد راحت الإنسانية كلها. غارسه يعني الإسلام يحتاج حالياً إلى بعض الإصلاحات في النصوص، يعني هذا أعتقد ما يدعو إليه ماجد نواز أعتقد اسمه لما أخطأ في إنجلترا، وهو كان أيضاً عضو في إخوان المسلمين سابقاً، وهو إلى تصليح يعني religious reform، يعني تغيير في بعض النصوص وتغيير في بعض المفاهيم الدينية وإصلاح يعني لم يهجاني كما فعلت الكنيسة. يعني كيف ممكن هلا مثلا مثل سورة التوبة، يعني كيف ممكن تصلحها؟ يعني اعطيني يعني شكل من اشكال التصليح، يعني شو رايك؟ يعني مثلا اعطاء يعني حكم نهائي منها من جميع المراجع الإسلامية يقولون بانه هذه لا تصلح لزماننا، يعطون فتوى إجمالية بأنه هذه السورة لوقتها فقط زمن الرسول وزمن الغزوات وانتهى زمنها. على أي أساس دي يعطوا الفتوى هاي؟ بس بدي الميكانيزم تبعها، يعني على أي أساس دي يقدروا يعطوا الفتوى هاي؟ يعني أي شيخ الله يطلع يقول هل مثلا الآيات القتل الموجودة، آيات الإرهاب الموجودة خصوصا الآيات المدنية طبعا،
هاي منسوخة. طب على أي أساس هالشيخ هذا أو هالعالم هذا بده يبني فتوته على أساس إنه هاي منسوخة؟ برأيك النسخ يعني لابد أن يكون أن يشرحه مع العلم ومع القوانين الأمم المتحدة، يعني يشرحه حرفيا، يقول أنه ديننا يعني حاليا لا يعني لا يستطيع تمثيله بقوانين حقوق الإنسان، يعني لا يمثلها جميعا. وهذا للأسف يعني ما أراه للأسف مخيبا للظن، يعني للأسف من الأمم المتحدة بأنها لا تتبع هذه النصوص وتجبر الدول العربية مثلا إذا تتبع حقوق الإنسان. يعني قانون إزراء الأديان عفوا، هذا قانون إزراء الأديان يعتبر من الأمور المشينة صراحة بقانون بقوانين حقوق الإنسان. يعني حتى في مصر مثلا نراه أشخاص مسلمين أصلا ويلقون في السجن فقط لإبداء آرائهم، يعني مثل إسلام البحيري وفاطمة ناعوت و يعني هؤلاء مسلمين اصلا، يعني ليسوا من الملحدين. تخيل للملحد كيف يكون معاملته. يعني بالضبط انا هذا قصدي، يعني قصدي اليوم يعني مستحيل الاسلام مستحيل تصليحه. يعني خلينا نقول هلا اذا الشيوخ هذول اتفقوا بين بعضهم انه الاسلام او القران المدني او وات ايفر، يعني الشيء الارهابي الموجود بالاسلام غير صالح لهالعصر هذا، لما يقولوا هالحكي هذا الناس كلها المسلمين كلهم بيعرفوا انه دينهم صالح لكل زمان ومكان. لما الشيوخ بده يجي يعترفوا يقولوا القرآن المدني كامل غير صالح لهالزمان والمكان، هذا بيفتح باب الردة عن الإسلام بشكل بأوسع يعني أشكاله بهالحركة هاي. فأنا برأيي مستحيل يعني يقدموا عليك خطوة، يعني إلا إذا كانوا بده ينتحروا. للأسف يعني هي هذه الخطوة سوف تأتي، يعني لا يصلح، لأنه الإسلام للأسف بنصوصه الحالية وبأئمته إن كانت السنية والشيعية يعني مجدها، للأسف سوف يدعو أولا وأخيرا للجهاد، يعني سوف يدعو أولا وأخيرا للقيام بالجهاد والجهاد الطلب وإلى آخره. ف يعني اولا واخيرا سوف لا تستطيع تفادى العنف، سوف يدعوك الى العنف، استخدام العنف مهما كان. وهذا يعني للاسف مثل التفكير النازي، يعني سوف يصل الاسلام الى حد يعني سوف يصطدم مع دول العالم اجمع، مع مجلس الامن، مع كل، سوف يمضي وقت وسوف يصل الحد الى يعني مجلس الامن سوف يقول صراحه للمراجع الدينيه ان كانت الازهر او الشيعيه او وهابية، سوف يقول لهم صراحة غيروا دينكم، غيروا نصوص دينكم، وإلا سوف تحصل مقاطعة رسمية، كل دول العالم تقاطع الدول الإسلامية لأنهم يعني لا يتماشون مع العصر الحديث، مع الأسف، مع حقوق الإنسان، مع يعني لا توجد أي حقوق إنسان خاصة تجاه الإمرأة في الإسلام، يعني هذه خلينا ننساها أبدا. صحيح، وأنا أتمنى الخطوة هي بصراحة تجي اليوم قبل بكره مثل ما بقولوا. يعني يا ريت، انا بتمنى من الامم المتحده مجلس الامن يوقف وقفه رجل واحد مثل ما بقول، يقول الازهر منظمه ارهابيه، الحوثي شكل من اشكال الارهاب، هالبهاليل هذول مجرمين، هذول ارهابيين وممنوع عليهم يوقفوا على المنابر ويعطوا هالخطب التحريضية هي اللي على قتل الناس، وشايفين هالحروب هي كلها من وراء رأسهم ومن وراء فتنهم للأسف الشديد. طيب خلينا نرجع لموضوع الإلحاد نعم. نحن كملحدين هل بتشوف هل من واجبنا نحن كملحدين إنه نحكي ونقول لهم يا جماعة فيقوا لأهالينا لناسنا لمجتمعنا فيقوا، انتوا عايشين بعصر الانحطاط، انتوا عم تتبعوا الوهم والوهم مدمر حياتنا. برايك هذا واجبنا وكيف كيف كيف ممكن نوصل لهم صوتنا نصحيهم؟ مساله جدا صعبه صراحه. للاسف يعني العقل العربي يعني الى الان يعني نحن
ليس لدينا أبسط مفاهيم للمنطق أو للعقل أو للعلم وكيفياته وحيثياته. يعني إلى الآن يعني نحن للأسف نجهل حتى المفاهيم المصطلحات والكلمات، يعني حتى هذه نجهلها أو نجهل مع مفهومها. يعني مثلا حتى الآن معظم العرب عندما يسمع كلمة نظرية يعتقد بأنه نظرية، يعني شيء لا يصدق، لأنهم يخلطون المفاهيم بين النظرية مفهومها الفلسفي، هي مجرد نظرية فرضية فكرية، ويخلطونها مع المفهوم العلمي الذي هي تعتبر كجسم متكامل من براهين وأدلة وتجارب مكررة تكرارا ومرارا. ولو حتى واحد بالغازليون يأتي تجربة خطأ، إذا تنهار النظرية يجمعها. يعني هي نظرية علمية جدا راقية بمفهومها. للأسف يعني إلى الآن تجد يعني تجد للأسف شعوب تقدس الأسماء، أو أنت من البدري، إذا أنت صاحب فلان وعشيرتك اشتهرت بالكرم والمنصف والجمال والخيم، أو أنت من عشيرة الشمري، نعم أنتم كنتم شجعان في الجبهة، وإلى آخر. يعني تقديس للأسامي، فتجد للأسف إلى الآن يعني تقديس لأشخاص فقط لأنه نبع من فلان سلف، يعني تشخيص يعني تمجيد له تلقائيا بأنه إلى درجة العبادة للأسف والتقديس. ويقولون لك يعني لا 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 لا، انتقد ديني حسب ما تريد، لكن هذا الشخص خط أحمر. يعني يضعون قداسة للشخص بدرجة بمرتبة الآلهة بصراحة. يعني صراحة أنا أقول للمسلمين السنة والشيعة صراحة، يعني وقت أشخاص على الفيسبوك يقول له يا أخي سب الله لكن لا تسب علي، يعني لا اشتم الله لكن لا تشتم علي أمير المؤمنين. يعني إلى هالدرجة وصلت يعني للأسف. من علم أنا لا أسب إله ولا علي ولا إلى آخره، ولكن للأسف وصلت المسألة تقديس أشخاص يعني عند العرب، ولا يعرفون المنطق، القانون الهوية وقانون عدم التناقض وقانون الثالث المرفوع من أسس المنطق، هذه أيضا يجهلونها ويجهلون مفهومها. يعني صراحة لأنه من يدرس المنطق وقوانينه سوف يلحد أوتوماتيكيا، يعني لا تحتاج مسألة واحد زائد واحد يساوي اثنان لا غير، لأنه من يدرس المنطق وقوانينه سوف يفهم بأن إلهي القوات المطلقة لا وجود لها منطقيا ولا وجود لها علميا نهائيا. فيعني هيعرف حرفيا دايركتلي بأنه إلهه ليس منطقيا. بالطبع في حياتنا وجدنا علماء وهم مؤمنين بإله ومؤمنين وهذه أيضا لها تعليلها النفسي، هي تسمى ظاهرة تسمى الكومبارتمنتيزيشن، يعني التمركز أو التقسم. وهو تجد بأنه هذا العالم مثل نيوتن، يعني هو كان صحيح ذكي في الرياضيات والفيزياء، ولكنه كان مؤمنا بإله المسيحية، وحتى أقر بأنه إله يتحدث معه مباشرة. فهذه الحالة بأنه دماغ العالم سوف يرى أمور ويمر عليها قوانين المنطق ويضع خانة في مخه، سوف تمركز مثلا خانة الإله ولا يمرر عليها قوانين المنطق، سوف يحميها. وهذه حالة نفسية المخ العقل يصنعها للشخص لكي يجنب عقل الإنسان من الصدمة العاطفية التي قد تؤدي على دماغه. طيب حسن، في عندي سؤال بنفس الإطار تقريبا من الأخ سكر، أظن عم بيقول: ما رأيك بردود فعل المسلمين على حادثة أورلاند، حيث أن الكل هلل وصفق فقط أسف بدي أعطس وراحت يقول: فقدت الأمل تماما بهؤلاء المدعوين مسلمين، هل هناك أمل فيهم؟ عن نفسي أنا لا أظن أنك كذلك، يعني ما بظن أنه في أمل. يعني أنا ما بعرف صراحة حسن، يعني أنه الموضوع بالنسبة لي أنا في عندي أمل كبير. يعني هل الشعوب هاي صحيح بتلاقيها منغلقة لأبعد الحدود، ويعني بتلاقي المسلم بيبرر بيجيب كل شيء ممكن يبرر له فعل من أفعال محمد والغير منطقية، بس الإنسان في النهاية يعني إنسان عاقل، يعني يبقى يأخذ الصح مهما كان.
انا برايي بوسائل التواصل الاجتماعي هاي اللي عم نشوفها الانترنت، يعني عم بفهم الناس، يعني المعلومه السهله صحيح اول مره برفضها، اول مره بتجاهل المؤمن، ولكن تكرار المعلومه وتكرار الحديث عن هالمساله هي بيخلي الانسان يفكر غصب عنه. يعني نعم الاخ اظن عم يبعث لي كمان، تفضل بس اشوف. نعم طبعا بالطبع بكل تاكيد، يعني انا ادعو الجميع امن بما شئت والحد بما شئت، ولكن لا تتوقف عن البحث وابحث بحياديه. يعني دائما يعني اقول للمسلمين ايضا اخوتنا المسلمين، ابحث بحياديه، يعني لا تبحث في صفحاتكم الاسلاميه واقراوا هذا الرد على هذا الملحد، ابحث بحياديه، ابحث ردود الملحدين من قبل الملحدين وتاكد منها، يعني تاكد من صحتها علميا وبكل الاحياء بكل الاحوال. يعني ودائما يعني ابحثوا بحياديه، ابحثوا من قبل الطرفين، قبل ردود الطرفين، وتجنبوا يعني العاطفه. للاسف نحن الانسان بطبيعتنا العاطفه والميول العاطفيه احيانا يسبق ويهيمن حتى على منطقنا العقلي، يعني للاسف، وهذا ما نجده في الحب ايضا. فبالطبع يعني تجردوا من العاطفه وابحث بحياديه. يعني حتى انا ايضا ادرس الفيزياء حاليا، لكنني سوف اكون سعيدا لو شخص اتى غدا ونسف نسفا كامل لمعادله اينشتاين، سوف اكون سعيدا، سوف اكون جدا سعيد اننا اكتشف شيء جديد وتقدمنا بالعلم، وسوف نستطيع يعني نقوم بحسابات الجاذبيه بقدر ادق، يعني شيء جدا جميل. وهذا للاسف ما لا نجده في الدين. الدين شيء ثابت ولا يحب التغيير، يعني لا بد ان يكون به مرونه لكي يتغير ويتماشى مع الزمن للاسف، ولا للاسف سوف يصطدم، يعني سونا لو الله. بكل تأكيد. طيب عندي سؤال أخير أخي حسن، مستقبل الملحدين كيف بتشوفه؟ يعني نحن هلا مثلا جماعة الفيسبوك، أنا بتذكر من 6 شهور تقريبا، صدقني ما كان في مثلا جروبات تصل لل 50-60 ألف عضو بالجروبات، حاليا عم نشوف فوق 100 ألف، يعني صرنا نشوف فوق 100 ألف، وعندك انت اظن جروب رحله الى الوعي. نعم. يعني نطت 110، ما اتذكر الرقم بالضبط. برايك لوين نحن رايحين؟ يعني هل مستقبل الالحاد؟ هل المستقبل راح يقضي على الالحاد؟ شو المستقبل اللي بتشوفه للملحدين؟ تفضل. للاسف الاديان الحاليه يعني الموجودة على أرضنا الحالية ومتبعة حاليا، كانت الإبراهيمية أو الآسيوية القديمة أو الأفريقية أو أمريكا اللاتينية، الأديان المتبعة هناك، يعني للأسف سوف تتلاشى لأنه أجمعها ليست علمية وليست منطقية. بهذا السبب يعني العلم والمنطق يقضي عليها شيئا فشيئا. للأسف لحسن الحظ راح تتلاشى يعني. نعم. وسوف تتلاشى نهائيا، يعني للاسف يعني هذا شيء يعني لا مفر منه، لان العلم يجيب على الاسئله دائما. حتى مساله نشوء الحياه اقتربنا منها، ومساله نشوء الكون عرفناها ودرسناها وعرفنا كيف، يعني حتى سابقا نظريه الجار العظيم والتوسع العظيم هي تشرح فقط كيف المادة توسعت من نقطة متمركزة جدا صغيرة وكيف توسعت، يعني ولكن لم يشرح أحد كيف أتت هذه المادة من نقطة المتمركزة التمركز الشديد وتوسعت. والآن لدينا نموذج التضخم الكوني، يعني inflationary cosmology، the inflationary model، يعني هو الآن يشرح لك ما قبل الانفجار العظيم، يعني ما قبل التوسع العظيم، كيف نشأت أمور من الصفر الفيزيائي الى تكوين هذه الماده وكيف تشعبت والى تكون الكون من التوسع العظيم ويكمل الحاله. يعني حتى الان يعني وصلنا الى مرحله نشرح فيها تكون الكون بدون اللجوء الى اله وبدون اللجوء، يعني فقط الماده والكون هي منشئ لذاتها. فللاسف يعني العلم يطعن في الدين على الدوام،
ولهذا السبب يعني لا يوجد شيء علمي ايضا في الاديان يعني ما طرحت، يعني محتمل هي كانت مفيده انذاك في عصرها وفي قومها وبيئتها، ولكن حاليا دائما اعطي انا هذا المثال، اعطوني دوله دينيه بدستورها الديني ناجحه تكنولوجيا او ناجحه اقتصاديا بدون العون على النفط، دعوها ناجح اقتصاديا ان كانت بمصانعها او بازدهار زراعتها والى اخره، لا توجد صراحه، يعني لا توجد، كما لا توجد دول شيوعيه ايضا في المقابل ناجحه اقتصاديا مثل كوبا او مثل نورث كوريا الصوماليه. فايضا يعني دائما تلاحظ التطرف في كلا الاتجاه ويعتبر خطا، ان كانت التطرف الشيوعي او التطرف الديني اليميني، يعني كان تطرف يساري او تطرف يميني هو يعتبر خطا، لان من كلا الاتجاهين يعتبر خطا. لابد ان حتى الشعوب الاوروبيه اتجهت الى التفكير الاشتراكي وهو راسماليه لكن مع ميولات اشتراكيه للافراد وهو ايضا تفكير يساري ومع تفكير يميني ايضا كانه مختلط، يعني بهالسبب اتجهت ايضا الى دستورات علمانيه لكي لا تظلم اي احد، يعني اوروبا تعلمت من بعد الحرب العالميه الثانيه لأنه حكم الكنيسة يؤدي بتهلكة شعوب، يعني ليس بشيء يعني كلعبة. وللعلم الكنيسة بعد الحرب العالمية الثانية برأت اليهود من تهمة قتل المسيح، قتل يسوع، لأنه حسب إنجيل مرقس بأنه اليهود كان شهود على إدانة يسوع أمام المحكمة. بكل تأكيد أخي حسن، يعني هو المستقبل هو للعلم، يعني مهما ساوى الإنسان هو الإنسان يتطور ويتطور للأفضل، بنلاقي إحباطات هون وهون وهون، ولكن في النهاية الزمن لا يتوقف، يعني الزمن لا يتوقف، والإنسان كائن متغير شاء أن أبى فلان أو علان، يعني والمستقبل للملحدين بكل صراحة أنا بالنسبة لي يعني أرى المستقبل كما أراك، يعني أرى المستقبل من هون 10-15 سنة، يعني الإسلام ينهار والديانات حواليه تنهار، ومسألة إنه الموجة الإلحادية مثل ما بقولوا عنا بسموها الموجة الإلحادية هي ما هي موجة عنا بالشرق الأوسط أو ضد الإسلام، أو هي موجة عالمية، بتعرف أنت طبعاً الإلحاد موجود في كل مكان، يعني أنا دائماً شخص مؤمن طرح علي هذا السؤال سابقا، وكان من هو اول ملحد؟ قلت له من هو اول شخص ادعى بوجود اله؟ دعا هذا الشخص امام شخصان، ستجد من يقبل الفكره ويكون مؤمن، وستجد من يرفض الفكره وسيكون ملحد، وبذلك الوقت يعتبر اول ملحد لك، يعني دائما من طرح فكره الاله وجود الاله بالطبع سوف تجد من يتقبلها ويصبح مؤمن، ومن يرفضها ويصبح ملحد. المسلمين ايضا ملاحده، يعني القصد يعني القصد بصراحة حسن، القصد أنا قصدي إنه الإنترنت شيء عظيم، الإنترنت هو طبعاً. اللي أصلاً لو مو الإنترنت كان في ملحدين، يعني قبل الإنترنت كان في ملحدين، يعني بس صدقني مو بهالكمية هي، مو بهال دورة المعلومات سهلت الأمور. صحيح بالضبط، يعني هلا مثلاً إنسان فقير مثلي أنا، خليني أقول لا درست، لا دخلت جامعات، حتى الجامعات شو بتعطيك، يعني جامعة الطب بتعطيك البرنامج تبع الطب اللي بدك تمشي عليه، ما بتعطيك كل شيء، فالإنترنت ممكن أي شيء يخطر على بالك، محاضرات ممكن تسمع محاضرات من هون إلى لا نهاية، يعني بدون أي نوم، وبتلاقي يسع في محاضرات، بدك كتب تقرأ كتب إلى ما لا نهاية، يعني لذلك يعني صراحة ببلاش حاليا، يعني الشخص الذي لا يبحث يعني لا عذرا له صراحة، إذا عندك تواصل مع الإنترنت وأنت لا تبحث إذا أنت بذاتك كسول ولا تحب البحث وأبقى على جهلك صراحة، يعني أنت لك الآن خيار تحت أطراف أصابعك، إذا عندكم تواصل مع الفيسبوك وعندكم هذه الأهمية مع الفيسبوك، إذا تواصلوا مع الأهمية مع البحث أيضا، ابحثوا بدينكم وحاولوا تطبيقه مع العلم والمنطق وسوف نرى من سيربح. صدقني بدون ما يبحثوا الانترنت هو راح يجي لعندهم، يعني
اليوم الشاب الصغير مثلا يفتح الفيسبوك بتلاقي لحاله طلعت له صورة محمد الإرهابي، يعني بدون أصلا ما هو يبحث المعلومة راح تجي غصب عنه لعنده. صحيح صحيح، حاليا يعني صارت بكل، يعني لا فار صارت في كل مكان، المعلومات تتنقل وشبكة، يعني شبكة الإنترنت العنكبوتية صارت مخيفة بصراحة جدا، لأنه لا يوجد شيء مخفي الآن. يعني حتى أعلن جيدا من بعض الأصدقاء الملحدين لدي على فيسبوك بأن بعض الدول يعني مراقبة، الشبكة مراقبة حرفيا، وتعمل أيضا حجب لبعض القنوات محتمل، حتى قناتك أنت الجهر بالإلحاد محتمل هي محجوبة في الدولة نهائيا، لا يستطيعون البحث عنها حتى لو كتب على اليوتيوب. فتوجد يعني توجد رقابة شديدة، ولكن مع ذلك there is always a loophole، دائما يوجد فرع أو غصن تستطيع التلاعب فيه ويستطيع الشخص أن يرى ما يراه. يعني بالضبط بالضبط، يعني مثل الصين ما في عندهم. الصين ونعم لا يوجد فيسبوك ولا يوجد جوجل ولا يوجد ومع جوجل ولا ذلك يوجد مع ذلك يعني سوينا مقابلة من الصين مع أخت تونسية كانت عايشة بالصين، فيعني مهما حاولوا الحكومات مهما مستحيل يغطوا عين الشمس، الشمس لا والنور موجود. صحيح صحيح. الصين كان في سايتات يعني هي تعمل لك ريدايركت الى جوجل وهكذا، يعني يفتحون 20 فري وول وهكذا ولاعي. لا نعم بالضبط، الصين لها رقابه شديده جدا. وبالنهاية يعني بالنهاية الإنسان هو المنتصر، حقوق الإنسان هي المنتصرة بكل تأكيد. طيب أخي حسن، عندك كلمة أخيرة بتحب توجهها لجمهور البرنامج إن كان مؤمنين أو ملحدين؟ تفضل. مجرد تقبلوا الحوار والآراء مهما كانت، تجنبوا الشخصنة، لا أحب الشخصنة مهما كان، إن كانت من مؤمن ملحد أو ملحد لمؤمن فهو لا يرتقي في الحوار، فتجنبوا دائما. وبصراحة أشكر الكثير من الأصدقاء لدي على فيسبوك، يعني لدي معزة شخصية لهم، أخانا إسلام إبراهيم المسكين اللي هو حاليا يتلقى علاج مرض السرطان للأسف، أحد الأشخاص العزيزين على قلبي أيضا أبو فريدريك أبو فريد، والأشخاص العزيزين علي يعني من كل مكان صراحة، من الجروبات الإلحادية على فيسبوك، يعني أنت أحدهم، وأستاذ خلدون الغانمي والكثير الكثير صراحة، يعني خاصة مثل كما ذكرت جروب رحلة إلى الوعي. للأسف الأشخاص هنالك لدي عتب خاص معهم، وهو إنه بعض الأحيان تحصل شخصنة، أبو الزوز هو يعرف حاله ولكن رغم كل ذلك أكون لهم كل الحب والاحترام والتقدير، وعلى وأوجه للمؤمنين أيضا بأنه نحن لسنا شياطين ولسنا أشرار، نحن مجرد إنسان يحب الحرية ويحب حرية التفكير والتعبير والتعبير، كما أنتم لكم حرية الإيمان وحرية الممارسة وكل شيء، كما أنتم تطلبون الحرية أعطوا الحرية أيضا للملحدين أيضا في هذا الشأن، أنه إيمانك بينك وبين الله وبينك وبين نفسك، دعم الملحد. أنا لا يعني ما أعتقد أنه في مؤمن هو حر أو بحرية، هو عبد بكل معنى الكلمة، ف يعني ما بدنا ننتقل عليهم يعني بصراحة، أنه عبيد لا أكثر ولا أقل، ولا يعرفون الحرية ولن يعرفوا الحرية حتى يكبوا هالوهم هذا من راسهم، ويكبوا هالخوف هذا من راسهم، يبدأوا يفكروا بتفكير عقلاني بعيد عن الخرافات وعن هالأوهام هاي اللي ذبحتنا شردتنا، وشايف انت شو عملت ببلدنا يا ببلادنا يعني للاسف الشديد. نعم. طب انا اخي حسن انا كثير بشكرك على الوقت الطيب اللي اعطيتنا اياه، عفوا. واشوفك في حلقات كمان قادمه يعني على ندردش راحتك. ونحكي مواضيع ثانيه. على راحتك. على راحتك. حبيبي حسن حبيبي، طيب شكرا لك وشكرا لكم اصدقائي. طبعا بكره في نفس التوقيت الساعه 5 عندنا حلقة كمان مع ملحد سوري، لهذاك الوقت يعني أشوفكم بخير، وإلى اللقاء إلى اللقاء في حلقة قادمة. شكرا حسن، شكرا.